بمناسبة صلاح النهارده كمان كان انت عارفه طبعا ليفربول هيلاعب ريال مدريد بكره ان شاء الله. فمباراه طبعا كلنا مستنيينها، يمكن كنا نتمنى يكون راموس موجود في المباراه، لكن على مستوى المؤتمر الصحفي النهارده كانوا سالوا زين الدين زيدان فبيقولوا له يعني دعابه كده او لاهداف، انت عارف طبعا الانتقالات الصيفيه اللي جايه ساخنه جدا وصلاح مرشح لليفربول او برشلونه، فسالوه قالوا له يعني تتمنى تدرب صلاح تحت قيادتك، فكان هو رده دبلوماسي شويه جدا يعني. لا هو كان رد من مدرب محترف ومخضرم طبعا، فيعني صلاح مش معايا دلوقتي، انا بدرب ال 25 اللي معايا ومركز في الفرق الجايه. تفتكر صلاح فين 25 لاعب تفتكر صلاح فين في الصيف يا احمد؟ اتمنى فين ولا افتكر فين؟ تتمنى فين؟ اتمنى اكون في ريال مدريد ان شاء الله. انت مدريدي يا اهلا وسهلا. اهلا بيك بقى. لسه برشلونه النهارده قبل ما اجي كسبوا في الدقيقه 90 تقريبا، احنا برضه بلس 90 يعني برشلونه والاهلي يعني. لا انا طبعا انا بحب ريال مدريد جدا، ومن وجهه نظري ان لعب ريال مدريد او اداء ريال مدريد صلاح يعني في صلاح صلاح بشكل كبير جدا يعني، لكن برشلونه ليهم طريقه لعب معينه مش اي حد ممكن نتماشى معاهم. يمكن شفنا جريزمان كان مكسر الدنيا في اتلتيكو جمع برشلونه، بس تاني دلوقتي احسن ماشي شويه، بس برضو مش هو جريزمان اللي كان موجود. ولا انت مش عايز ميسي وصلاح يبقوا يعني؟ لا بالعكس، برضو حاجه ايجابيه لو هتكلم ان انا مشجع مصري او بشجع محمد صلاح، لا تمام ده حاجه كبيره جدا يكون بيلعب جنب ميسي احسن لعيب في العالم، ولكن انا بقول ان ممكن من وجهه نظري ان ممكن يكون الافضل ليه يكون في ريال مدريد، لعب بطريقه اللعب بتاعت ريال مدريد تناسبه بشكل اكبر من برشلونه يعني. صحيح صحيح، انا بتفق معاك ان صلاح يمكن ريال مدريد على المستوى الفني هو ناقصهم الخطوه دي، حد ناقصهم السرعات شويه، عندهم بنزيما في ال 18 لكن السرعات يعني ناقصهم. انا اتمنى يكون صلاح كمان هو يعني التخوف كمان ان مش اي حد يلعب جنب ميسي ويظهر بالشكل المطلوب يعني ويتفوق بالظبط كده. في ناس في لعيبه كتير جدا ممكن تتظلم لو لعب جنب ميسي يعني. ابراهيموفيتش يعني على سبيل المثال يعني. لا انت عايز انا عايز الافضل لصلاح. انا يعني انا من مشجعي برشلونه، لكن انا شايف ان ريال مدريد انسب ليه هو يعني كانطلاقه دوري طبعا مختلف، لكن كمان على مستوى التكتيكي اعتقد ريال مدريد الافضل يعني. جدا طبعا.